حنايا كواليس ديال لي بري دابا شويه على شويه شويه الجوائز اللي غتعطى ديال احسن افلام احسن مخرجين احسن سيناريوهات احسن ممثلين كنتمنى ان ان شاء الله. شكرا لكم شكرا جزيلا. مساء الخير يوسف السلطاني ممثل ومسؤول كاستين. أنا الآن تنتواجد في مهرجان الوطني للفيلم بمدينة طنجة تحت إشراف وتشجيع وسند وتواصل لإدارة مركز السينما المغربي. وبالمناسبة تنوجه لهم واحد التحية كبيرة 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 لأنهم كل عام تيخذوا بيدينا وكل عام تيساعدونا باش تنستافدوا حنا كمهنيين كشباب كمتواضعين بالتجربة ديالتنا. هذا العام كاين تنوع في الإبداع في السينما في الصورة. كذلك كاين هناك بعض المخرجين لأول مرة شاركوا بأعمالهم روائية طويلة وهذه الأشياء هذه تتعطي غنقولها عاوتاني وغنعاود نكرر واحد الكلمة ديال التشجيع ودائما التشجيع التشجيع التشجيع. عندي واحد الملاحظة أولى وأن أغلب الأعمال اللي شفتها فيها أبطال هما تغيورين. هذا العام كاينة فرصة ديال الأطفال اللي عبروا على التمثيل ديالهم خلال الفرص اللي عطاتهم. وكذلك كاين تنوع بحال شفنا ما غنذكرش الاسماء ما غنذكرش العناوين ديال الافلام لان باش ما ندخلش واحد الباب اخر. كاينه واحد الاعمال عندها جوده وكاينه اعمال متوسطه وكاينه اعمال مستحسنه وكاينه عمل حسنه وكاينه عمل لا باس بها. حشومه وعيب علينا اننا نقولوا راه هناك عمل ضعيف. انا بالنسبه ليا ضد هذه الفكره وضد هذه الكلمه. ما غنقولش هناك عمل ضعيف في المهرجان. كاينه اعمال جيده وكاينه اعمال متوسطه لان باش دير اخراج وانتاج وتشخيص واداره فنيه وتقنيه في واحد العمل ما راه في حد ذاته اجتهاد حد ذاته مغامره. هو اي عمل كيف ما كان النوع ديالو فيه اخطاء وفيه نقد ودائما نقولوا هذه مزيانه وهذه ما مزياناش وبالنقد تنصحوا اخطاء ديالنا. كذلك على مستوى الكاستينغ هناك وجوه ديال الممثلين اللي تعطاتهم فرصه انهم يشخصوا ادوار بطوليه وهذا تيشرف. وكاين عطاني واحد الملاحظه جو ديالي خاص هذا جو خاص ديالي ما غندخلش في الاجوبه ديال الناس الاخرين. هو العامل ديال بعض الفنانين اللي ما جاوش. كاين البعض اللي استدعاهم مركز سينمائي ولكن ما جاوش حتى يصوروا عندهم التزامات خاصه لان ما يمكنش نخلي التصوير ونخلي واحد المهنه واحد طرف الخبز ونحضر في مهرجان للاستفاده. انا نفضل انني نشتغل من اجل المهنه ديالي من اجل القوت ديالي. كذلك بعض المنتجين المخرجين عرضوهم مركز سينمائي وما جاوش. لما ندخل في واحد الباب نقولوا علاش جميع الفنانه ديال المغرب ما حضروش او جميع المهنيين هذه ظاهره طبيعيه وظاهره كاينه في العالم كامل. راه ما يمكنش كل شيء يحضر وكل شيء يجي. كاينه ظروف كاينه امور واحده اخرى انا ما نقدرش نجاوب عليها ما نقدرش نقولها ولكن انا اغلبيه ديال الفنانين الاصدقاء ديالي وقراب ليا عندهم الدعوه انهم يحضروا ولكن ما حضروش حتى يصوروا. احد التجلي من التجليات او اخطر تجلي من التجليات الوصايه الوصايه اللي كترتبط باللغه واللي كترتبط بامور متعدده لكنها في نهايه المطاف تنتج سينما لا تساهم في بناء حريه حقيقيه. وشكرا. شكرا على السيد. ودابا الفيلم المغربي حاليا مع السينما والفيلم بس كانت مشاركتي كل ما تراجع هنايا دوا تشيا وشفت خلاص واليوم الفيل عادنا اختي تعاون اللي عنده شي حاجه واللي عندنا مهم هو اننا نغنيو ديال البيبليك ماروكان.